السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا في مجال القانون، وسنعرض مادة الدستور المغربي وما يتعلق به وما بما مرتبط إلى غير ذلك من المفاهيم. وكما قلت سيكون موضوعنا هو التعريف في هذه الحصة، التعريف المادي والشكلي للدستور، التعريف المادي والشكلي للدستور. طبيعة الحال كلمة الدستور كتعني في اللغة الفرنسية التأسيس أو التكوين أو النظام، وجاءت هذه الكلمة من المولود السياسي الفارسي للقاموس السياسي العربي لتنفيذ أو لتفيد بطبيعة الحال نفس المعنى المعطى لها في اللغة الفرنسية. وبعيدا عن المعنى الاصطلاحي للدستور، فإن هناك عدة مدلولات وظيفية وقانونية لهذا المفهوم. وعلى اعتبار أن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة على حد قول اللورد أكتون، فإن الحد من الهيمنة اللاقانونية للدولة فرضت وجود دستور يقنن صلاحيات ومهام الحاكمين من جهة، ويحدد حقوق وواجبات الأفراد من جهة أخرى، بشكل يغدو معه الدستور مجموعة من القواعد التي تحدد سلطات الحكام من خلال تحديد المبادئ الأساسية التي يتوجب عليهم احترامها، خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الأفراد بطبيعة الحال. ولكن هذه التوطئة تحيلنا إلى الوقوف في عن مفهوم الدستور لنتحدث عن أنواع الدستور وكذلك عن صيرورة الدستور على أساس أن نفرد المفهوم لتسليط الأضواء على كيفية حماية المقتضيات الدستورية. ويتجاذب تعريف الدستور مفهومان أساسيان، الأول نظر للدستور من الزاوية الشكلية والمادية، والثاني يقارب الدستور من منظور قانون وسياسي. وحنا غنكتفيو بالزاوية الشكلية والمادية في هذه الحصة، على اعتبار أننا غنشوفو في الحصة القادمة ما يقارب الدستور من منظور قانون سياسي. إذن كيكون هذا المعيار المادي هو بطبيعة الحال كيرتكز على هذا المعيار على مضمون الدستور ليعتبره مجموع القواعد المتعلقة بممارسات وانتقال السلطة، سواء كانت على القواعد مضمنة أو غير مضمنة في نص مدون. وبغض النظر عن الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد، أيضا أو ثانيا عفوا هو المعيار الشكلي، وحسب هذا المعيار كيصبح الدستور مجموع القواعد التي إما اتخذت شكلا متميز حال الدستور المدون بطبيعة الحال، أو لا يمكن وضعها أو تعديلها إلا بواسطة جهاز خاص مثلا جمعية تأسيسية. إذن قبل توديع ديالكم لابد أن أعيد أهم العناصر ديال الحصة في عنوان الحصة. عنوان الحصة بطبيعة الحال كان هو التعريف المادي والشكلي للدستور، التعريف المادي والشكلي للدستور. وقلنا بأن المعيار المادي هو كيرتكز على المعيار على مضمون الدستور ليعتبره مجموع القواعد المتعلقة بممارسة وانتقال السلطة، سواء كانت هذه القواعد مضمنة أو غير مضمنة في نص مدون. وبغض النظر عن أشكال أو عن الشكل القانوني الذي وجدت فيه هذه القواعد. وثانيا الشق الثاني من هذا هو التعريف الشكلي للدستور، وهو إذا كنتكلموا على المعيار الشكلي، وحسب هذا المعيار كيصبح الدستور مجموعة ديال القواعد التي إما اتخذت شكلا متميز هي حالة الدستور المدون، أو لا يمكن وضعها أو تعديلها إلا بواسطة جهاز خاص بمعنى جمعيات أساسية مثلا. إذا بهذا المفهوم كنكون وصلنا لنهاية العرض. أشكر بطبيعة الحال جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. دمتم في رعاية الله وحفظه.
وبالله التوفيق.